الاحتفال باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل من كل عام، وهو نفس اليوم الذي تأسست فيه منظمة الصحة العالمية في عام 1948، حيث جاء اختيار هذا اليوم على وجه التحديد لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس هذه المنظمة العالمية الرسمية التي تهتم بشؤون الصحة. وبهذه المناسبة متابعي ومشاهدي قناة ريمال تي في، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل، نذكركم باتباع الإجراءات الاحترازية لسلامتكم من فيروس كورونا. حافظوا على نظافة أيديكم وقوموا بغسلها باستمرار. الحرص على حماية أنفسكم بارتداء الكمامة. حافظوا على المسافات بينكم وبين الآخرين. وهذا شعارنا لهذا العام، لبناء عام أكثر عدلاً وأوفر صحة للجميع في كل مكان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تي في.